السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. الانفلات الأمني والمناطق المهيئة لاستقبال كافة طرق التعامل بالمخدرات واستهلاكها، كل هاي مؤشرات جعلت محافظة الأنبار حاضن المخدرات بل ومستهلكة، حتى جاءت التصريحات أنها أصبحت منطقة عبور دولية ومحلية، بالوقت اللي يشكو الأهالي من تنامي هذا الخطر اللي يعد وجها آخر لدمار البلد وهلاكه، في حين يرى المراقبون أن ضعف الرقابة الأمنية والمتابعة لهذا الموضوع هو من أسهم بانتشار هاي الظاهرة، وما تلعبه الجهات الرقابية من دور كبير في مسك الحدود وملاحقة من يتعامل بالمحظورات داخل البلد. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصادنا لهذه الليلة، فنتحدث عن الرياح الفلسطينية التي لا زالت تهب بما لا تشتهي سفن الاحتلال. فالضفة الغربية أمطرت الاحتلال بالتحولات النوعية في الميدان والسياسة على حد سواء، وصمود وتقدم أذهل العدو وأجبره على الانكفاء لدرجة أنه أصبح مأزوما بحالة وقلصت عليه العديد من خيارات الرخاء. تأكيدات ترفعها مؤشرات التنظيم والعمل المنظم للمقاومة الفلسطينية اللي رسمت معادلات جديدة في الجولان رغم إجراءات التأهب والاستقرار الاستنفار المشدد هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة. تتفضل المقاويان ومتابعتنا. حياكم الله. تتصاعد مخاطر المخدرات في عموم المدن العراقية، لكن المعلومات والتقارير الرسمية تشير للخطر الكبير اللي يهدد محافظة الأنبار واللي باتت مسرحا لانتشار الحبوب المخدرة بمختلف أنواعها، حيث تستخدم العصابات عدة أساليب وطرق لتهريب هذه المواد، مستغلة عدم امتلاك الأجهزة المتخصصة، أجهزة حديثة للكشف عن المواد المخدرة. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمالي. الانتشار الأوسع الذي يداهم خطره الشباب، المخدرات تفتك بالبلد عبر منافذه، خصوصا ما تم رصده قبل أيام في محافظة الأنبار عبر منافذها التي خرجت عن سيطرة الجهات الرقابية لتصبح منطقة عبور دولية للمخدرات بأمان شديد من قبل المنفذين لعملية التهريب للحيلولة دون كشفها، الأمر الذي يستوجب المعالجة الفورية. هناك محافظة الأنبار وهي محافظة حدودية مع دول أخرى، يعني أكثر المحافظات التي تعتبر منفذا واستهلاكا لهذه المادة وفق الإحصاءات الرسمية العراقية. أعتقد هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية وإلى جهود أمنية، إضافة إلى نشر الوعي في تلك المحافظة والمحافظات الأخرى، إضافة إلى تذليل العقبات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب. المخدرات والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فانتشار ظاهرة المخدرات وانزلاق شرائح كثيرة نحو هذا السم القاتل لا من خلال التعاطي والترويج والمتاجرة مؤشرات خطيرة تتطلب تضافر الجهود لمداهمة هذا الخطر المحدق بالبلد. فملاحقة خلايا المتورطين في المنافذ الحدودية غرب البلاد أمر أشاد به المراقبون بعد تزايد انتشار المخدرات. يعني ملف المخدرات هو ملف حقيقي، هو يمثل الخطر الأكبر للمجتمع العراقي، وبالتالي هنالك جهات خارجية تغذي هذا الملف، ودليل بأن هنالك منافذ حدودية تأتي من دول الجوار. هذا يشرح لنا حقيقة كبيرة، دليل بأن هنالك دعما من قبل هذه الدول. الآن أعتقد الإجراءات الحكومة هو إجراءات يعني بالاتجاه الصحيح، لكن الهجمة الكبيرة من قبل دول الجوار يعني يضع الحكومة أمامها تحدي كبير. فآفة المخدرات إرهاب جديد بصور مغايرة يشكل خطرا خفيا يتسلل تحت غطاء الفساد بكافة أشكاله ليحاول الفتك بهوية البلد ويهدد حياة المواطنين، خصوصا وأن المتخصصين صرحوا بتحول العراق من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مستهلك، الأمر الذي ينذر بخطر كبير في المرحلة الحالية والمقبلة. نهى الشمري، الأيام. مجددا حياكم الله، أرحب بضيفي الكريمين، ضيفا الكريم في الأستوديو السيد العقيد حمزة الشمري مدير إعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة، أهم كسيات العقيد، ضيفا كريما حياك الله. وكذلك أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد دحام الباحث في الشأن السياسي،
ينضم معي عبر سكايب من الأنبار، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك سيادة العقيد، نتحدث عن المؤشرات لدى وزارة الداخلية اللي أثبتت أنه آفة المخدرات والتعاطي والتهريب والإتجار آخذ بالتنامي، ولكن على ما يبدو أن الأنبار في هذه الفترة لها جزء كبير من هذه الحصة، ما رأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك والكادر ولضيوفك الأعزاء والمشاهدين الكرام. حياك. اللي تفضلت به صراحة مو تنامي وإنما انخفاض بسبب جهود القوات الأمنية، توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء دولة السيد محمد الشياع السوداني، وكذلك معالي وزير الداخلية المحترم السيد وكيل وزارة شؤون الشرطة السيد وكيل الاستخبارات المحترمين، جهود حثيثة لمتابعة ومراقبة عمل التجار ومروجي المخدرات. حقيقة يعني عندنا تنازل بالتجارة والتعاطي وأيضا بالترويج. دكتور حياك الله مجددا، نتحدث عن رغم غياب التركيز الإعلامي عن استفحال هذه الظاهرة في الأنبار، لكن ما ثبت بحسب المؤشرات أن الخط البياني آخذ بالتصاعد، وسيد العقيد يقول هنالك انخفاض نتيجة للمتابعة الحثيثة من كل المعنيين والمسؤولين، شنو سر هذا التنامي إذا كان مسجل لدى حضرتك؟ ولماذا تحاول بعض الفضائيات التكتم على هذا الأمر؟ يعني نتحدث عن التركيز دائما ما ينصب حول الوسط والجنوب، ولكن الممرات الغربية تم تجاهلها. بداية مساء الخير ضيف الكريم والمشاهدين الكرام. مساكم الله بالخير، حياك الله. طبعا بكل تأكيد ظاهرة استشراء المخدرات واحدة من أخطر الظواهر التي فتكت بالمجتمع العراقي ولا بالعالم أجمع، وأن هذه الظاهرة تنامت لأسباب متعددة. ولكن عند الحديث عن محافظة الأنبار، الأنبار هي واحدة من المحافظات العراقية التي تتسم بأنها كونها ذات بيئة اجتماعية محافظة، يفترض أن تكون وإن أصبحت هذه المشكلة مستشرية من الممكن قد تكون محط عبور لهذه التجارة الغير مشروعة. ولكن على ما يبدو أن محافظة الأنبار بوضع متزايد للمتعاطين للمخدرات. أعتقد أنه عملية التنامي لكون أن محافظة الأنبار هي محافظة واسعة جدا، وأنه صعب السيطرة عليها لا سيما بوجود مجاميع هي اقتاتت على عملية التهريب، وهذا أصبحت عملية التهريب لديهم أصبحت وكأنها وظيفة يقتاتون عليها. القيادات الأمنية النافذة الحدودية طبعا بكل تأكيد، يعني شرطة محافظة الأنبار لم تألو جهدا للقضاء على هذه الظاهرة، ولكن حالة التفنن وأصبحت أكثر من المعتاد. وأعتقد أنه لا زال أيضا حتى الجانب القضائي هنالك قصور في النصوص القانونية في محاسبة هؤلاء، ولربما هناك تلاعب في بعض التقارير عندما يتم المسك أو ضبط. يعني الآن عندما نتحدث عن ملايين الحبوب التي يتم مسكها بين الفترة وفترة أخرى، لكن السؤال المهم أنه هؤلاء الذي تم مسكهم ما هو مصيرهم القضائي؟ وأيضا بكل تأكيد هنالك شبكات، هذه الشبكات هي لديها ارتباطات خارج العراق، وهذه الشبكات لديها ارتباط داخل العراق. يتم اعتقال شخص واحد ويترك بقية أفراد الشبكة، وهذا بكل تأكيد أن شبكة المخدرات تستطيع أن تستعيض بهذا الشخص الممسوك بشخص آخر وترجع مرة أخرى تزاول نشاطها بشكل آخر. طيب، الجانب الخارجي أشار للدكتور محمد دحام سيادة العقيد، نتحدث عن أن هنالك اتصال لمحافظة الأنبار مع ست محافظات، وأيضا اتصالها نحو الخارج لدول عدة، سوريا، الأردن، السعودية. هذا الموقع الجغرافي هل جعلها منطقة مرور محلية ودولية، أم أن الآن نتحدث عنها أنه ساحة استهلاك لهذه المواد وليس فقط ساحة للتهريب أو الإتجار؟ سيادة العقيد تفضل. نعم،
مثل ما تفضلت، احنا يعني حتى نكون صريحين واكثر رقه بالكلام، آفة الإرهاب مماثلة لآفة المخدرات، يعني تكاد تكون متساوية. بالنسبة للعدو يتخذ إجراءات بحيث يضلل الأجهزة الأمنية عن طريق استخدام وسائط ووسائل متعددة، منها استخدام العاطلين عن العمل، الأشخاص اللي مثل ما نقول الدولة أو الأمور الأخرى اللي نقدر يعني نخليها بين قوسين ما تجيب الشك على أنفسها. فلذلك الدولة وضعت كل جهودها بتوجيهات معالي دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية، كرست كل العمل لمتابعة هذه الخطوات. فصراحة يعني احنا حتى ما نحصر الكلام فقط بمحافظة الأنبار، يعني بصورة عامة عندنا تم القاء القبض من سنة 20 إلى سنة 23 على 1166 شخص بين متاجر ومتعاطي ومروت. حقيقة هاي تحسب للأجهزة الأمنية معلومات دقيقة، تعامل بكل حزم وصرامة. طيب دكتور، يعني يشير السيد العقيد أنه الجهود حثيثة للقضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها، وجنابك أيضا تتحدث عن التلاعب بالتقارير ومصير المحكومين. هذا الموضوع يشير لنا بأن نسأل، هل هنالك غطاء سياسي في الأنبار يوفر بيئة خصبة لتنامي هذه الظاهرة في المحافظة؟ يعني عمليات الضبط للحبوب المخدرة دائما ما تشير لأرقام مليونية باستمرار دون انقطاع، يعني عملية نقل، ترويج، إتجار لهذه المواد تحتاج لجهات متنفذة، ومعروف من هو الحزب المتسيد على مقاليد الأمور في هذه المحافظة. يعني معقولة تتم بقضية تجار ما لهم غطاء سياسي؟ طبعا بكل تأكيد، يعني نحن لا ننكر أنه قيادة شرطة محافظة الأنبار أو كافة أفراد ومنتسبي وزارة الداخلية، لكن لربما هنالك بعض المافيات. يعني نحن نتحدث الآن عن مافيا، وهذه المافيا هي ليست مسنودة داخليا فحسب، وإنما هي مرتبطة بأذرع خارجية، وبكل تأكيد لديها وسائل يعني مبتكرة في عملية التهريب وعملية تسويق هذه البضاعة. يعني لكن يعني أمام هذه المافيا، يعني نحن لا نريد عندما نقول أنه قيادة شرطة محافظة الأنبار أو كافة الأجهزة الأمنية يعني قد قدمت ما لديها، لكن هي لم يعني ما تم تقديمه هو لم يفي بالغرض، وبالتالي العملية في تزايد، يعني بتزايد بمستوى الأرقام. يعني الآن بدأت بمليون حبة وخمسة مليون حبة وصلت 10 مليون، ولربما الأيام المقبلة تكون أكثر، وهذا من جانب. الجانب الآخر يعني أيضا نلاحظ أنه عملية تزايد بالمتعاطين لهذه الحبوب بمختلف أشكالها، فيفترض أن نريد أن يكون هنالك إجراءات رادعة. يعني في محافظة الأنبار يعني عقدت العديد من الندوات والعديد من المؤتمرات لخطر هذه الآفة، لكن لازلنا في جانب التوعوي، والجانب التوعوي أمام استشراء مافيا ومجرمين يفترض أن يكون هنالك إجراءات قضائية رادعة لهذه التجارة، وإلا بقاء الحال في هذا الوضع وبهذه الصورة بكل تأكيد يعني نحن مجتمع ليس على الصعيد الأمني فحسب، وإنما الخطر على منظومة القيم الاجتماعية، متعاطين في محافظة الأنبار دون مستوى سن الرشد بالآلاف، وهذا خطر. طيب يعني ربما هذا يتحول، هذا الشخص قد يتحول في المستقبل إلى مجرم، ولربما يتحول هذا بالجانب الاجتماعي. التنشئة الاجتماعي عندما تكون بهذا المستوى بالتأكيد ستكون هنالك آثار مجتمعية مقبلة، ولكن حضرتك تتحدث عن التلاعب بالتقارير، تتحدث عن مصير المحكومين، لربما يطلق سراحهم ويعاودون النشاط، وبالتالي نتساءل عن الغطاء السياسي لهذه العمليات. طبعا بكل تأكيد هؤلاء المافيا هم لديهم غطاءات سياسية وأجندات خارجية، وبكل تأكيد الدولة يعني بما تمتلك من أجهزة استخبارية يعني لا يمكن استهانة بها،
كان من باب أولى أن يكون هنالك إجراءات رادعة، أو لربما الكشف عن الجهة السياسية، لأن احنا نتحدث عن أمن دولة ونتحدث عن أمن مجتمعي، وهذه طبعا احنا في العراق لا نملك يعني أكثر مما نملك بهذا الشباب الواعي، وبدل أن يكون هذا الشاب يعني قادر على أن يكون شاب منتج، نلاحظ أنه هذا الشاب في هذه المرحلة يكون متعاطي ولربما يكون في المستقبل مجرم. الجهات المتنفذة نحن لا نملك المعلومات الكافية حقيقة، يعني من الجهة المتنفذة ومن ما هو الغطاء السياسي لها، لكن هذا الدور يجب أن يكون دور للأجهزة الأمنية والقيادات الشرطة ولأجهزة وزارة الداخلية، يجب أن تعرف مصدر هذه المافيا وكيفية دخولها وعبورها وترويجها واستلام الأموال، ومن هم الجهات القادمة. نعم، القيادات الشرطة والقيادات الأمنية هي تمسك بالمجرمين وتسلمهم إلى الأجهزة القضائية، لكن هذا غير كافي. نحن نريد أن يتم الكشف من هو الجهة التي تقف خلف هؤلاء، لربما يكون هؤلاء الذين تم مسكهم مغرر بهم، ومن الممكن أن يكون يعني كثير من هذا الشكل من أبناء محافظة الأنبار وغيرها، فبالتالي نريد أن تكون هنالك إجراءات رادعة وكشف عن المتورطين وفضحهم، وبالتالي لأنه لا نريد أن نساوم ولا نريد أن نجامل على حساب الأمن المجتمعي وأمن الدولة العراقية. طيب، إجراءات رادعة، وأسأل سيادة العقيد أستاذ حمزة، نتحدث عن الأساليب اللي ممكن تطورها القوات الأمنية، نتحدث عن المتاجرين بالمؤثرات العقلية اللي لجأوا لاستخدام وسائل جديدة تمكنهم من ترويج هاي البضاعة السامة من طرق إخفاء عجيبة غريبة، وصولا لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هنا دور القوات الأمنية، مديريات المكافحة، هل طورت من أساليب الملاحقة تماشيا مع ما يطوره المهربون والمتاجرون؟ نعم، إذا سمحت لي جزئية بسيطة جواب على ضيفك الكريم. تتفضل. حتى لن صادر جهود أبطال وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات جميع مفاصلنا، الشهداء اللي قدمناهم لمحاربة هذه الآفة بالتأكيد، الجرحى إن شاء الله اللهم ارحم شهدائنا وشافي الجرحى، حتى من صادر حقوقهم، أنه هم اللي قاتلوا وهم اللي ناضلوا وهم اللي وقفوا بوجه هذه الآفة الشرسة حقيقة. بالنسبة للكلام اللي تفضلت به، احنا القضاء بعد هو سيد الموقف، عندنا مواد قانونية سمحت للمتعاطي يسلم نفسه للقوات الأمنية، الجهات ذات العلاقة، غير مساءل قانونا في حالة تسليم نفسه. بالنسبة للمادة 32 اللي يلقون عليه القبض القوات الأمنية، يتم حكمه من سنة إلى 3 سنوات، وفي بعض الحالات للمتاجرين يكون حكمه مؤبد وأحيانا يكون إعدام. طيب سيادة العقيد، أيضا نتحدث عن الرصد والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لما يستخدمها المروجون لهذه الاستخدامات في الاتجار والتعاطي والترويج للمواد المخدرة، هل لوزارة الداخلية دور في رصد هكذا حالات وطريقة علاجها؟ نعم، حقيقة الأمر السيد معالي وزير الداخلية المحترم مهتم كل الاهتمام بمحاربة آفة المخدرات، يعني حقيقة ما نقدر نحكي كافة التفاصيل لأنه العدو متربص، الخطواتنا والحركات اللي ممكن تعزز من موقفه وكشف ملابساته، فإحنا إن شاء الله نكون إيد واحدة، بالإضافة حتى من صادر دور شيوخنا الأجلاء والسادة الكرام وأيضا المرشدين الدينيين، كذلك الأساتذة الأفاضل في الجامعات في المدارس، ابتداء من العائلة صعودا، المتابعة الحثيثة للعائلة هي اللي تساعدنا وهي اللي تمكننا من القضاء على هاي الآفة. طيب، المخدرات دكتور يعني جريمة عابرة للحدود، جهود العراق عنده جهود دولية في محاصرة هذه الآفة، هل أن هذه الجهود كافية أم أنها تحتاج لترابط أكثر بما يعزز الضبط الدولي؟ يعني هنالك أيضا الدبلوماسية العراقية هي يجب أن تكون حاضرة، ليس فقط على المستوى الأمني، فحتى الدبلوماسية، الاتفاقات، زيارات رئيس الوزراء، الجهات أو السلطات عندما تعقد مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع الدول المجاورة.
طبعا بكل تأكيد أنه خلال السنوات الماضية أنه الجهد العراقي تركز على محاربة عصابات داعش الإرهابية، وهذا بكل تأكيد أخذ دور كبير وجزء أكبر للدبلوماسية العراقية. الآن الوضع بدأ يستقر بشكل ملحوظ، وبعد أن انتهت في عصابات داعش الإرهابية وتم مسك الأرض بشكل طبيعي، نحتاج بكل تأكيد إلى جهود دولية يعني، وأبرز الجهود الدولية نحتاج إلى التنسيق مع الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الدولية الأكثر اهتماماً بهذا الموضوع، لا سيما موضوع المخدرات وتأثيرها على المجتمعات وفئة الشباب. وأيضاً العراق يمتلك علاقات جيدة جداً مع الدول الجوار خصوصاً المجاورة لمحافظة الأنبار، لا سيما الآن الدولة السورية عادت إلى الحضن العربي، وممكن إذا هنالك تمت اتفاقات يعني ممكن أن نفعلها بشكل جيد ونضبط الحدود، وأيضاً اتفاقات جيدة مع الجارة الأردن ومع المملكة العربية السعودية. وبهذا يعني أعتقد أن وزارة الخارجية وأيضاً الحكومة العراقية بشكل عام يعني من الممكن أن تفعل مجموعة إجراءات لضبط الحدود، لأنه إذا تم ضبط الحدود بكل تأخير حتى لو كان هنالك مروجين أو متعاطين، هي البضاعة بالأصل سوف لن تصل إلى الدولة العراقية، وفي حال عدم الوصول هذه البضاعة بكل تأكيد سيتم الحد بشكل وإن كان بسيط، لكن بمرور الوقت يتم تلاشي هذه الفكرة وهذه الظاهرة بشكل كبير جدا. طيب، جهود وزارة الداخلية واضحة جدا سيادة العقيد، ولا نشكك يعني بهذه الجهود المبذولة، ولكن كمية البضاعة المهربة والممسوكة من قبل القوات الأمنية قد ما هي تنطينا مؤشر ليقظة القوات الأمنية، قد ما تنطينا مؤشر لعملية الإتجار بهذه الأعداد الكبيرة. وخلينا نرجع إلى سنوات ماضية، حضرتك أشرت قبل قليل، الكثير من شباب الأنبار نزحوا خلال تحرير المحافظة من الإرهاب، والنزوح ولد اتصال خارجي مع مجتمع آخر. هل تعتبر حضرتك أنه هذا هو سبب اجتماعي يمكن أن يؤخذ به، يعني أكو طبع وتطبع وانطباع وتبدلت وتغيرت بعض الطباع اللي كانت محافظة الأنبار تمتاز بها بالمجتمع الملتزم وأصبح هنالك انفتاح؟ هل هذا السبب هو ينضم ضمن الأسباب التي جعلت هذه المحافظة يؤشر في هذا السلوك؟ نعم، جنابك على بينة أنه تأثيرات الحروب ودخول داعش المناطق العراق أثرت سلبا على كيفية التعامل مع العدو. فعندك علم جنابك أنه أي دولة تتعرض للاعتداء أو للإرهاب أو لأي تعرض خارجي تكون بها ضحايا، منها ضحايا الإرهاب، منها ضحايا آفة المخدرات وغيرها. أحب أشير النقطة جناب الضيف حتى يكون على بينة، بالنسبة لوزارة الداخلية السيد معالي وزير الداخلية مهتم اهتمام جدا شديد بهذا الموضوع، محاربة المخدرات. وأيضا حتى من صادر دور العلاقات والإعلام، مديرية العلاقات والإعلام المتمثلة باللواء الدكتور سعد معن المحترم، عن عقد ندوات مع شيوخ وجهاء العشائر كافة محافظات العراق، السادة الأجلاء، المرشدين الدينيين، يعني أتكلم لك عن وزارة اللي تكون حدود مسؤوليتها من الشمال إلى الجنوب. فسيد معالي وزير الداخلية أطلق حملة أسبوع كلا للمخدرات، أيضا الشرطة المجتمعية، الإرشادات المستمرة، اللقاءات مع المواطنين، مع أصحاب المحال، مع يعني الكسبة، مع جميع الفئات الاجتماعية. هذا يؤثر إيجابا على الابتعاد عن التعاطي أو الترويج، أو حتى ممكن يكون صلة القرابة بين رجل الأمن والمواطن على احتكاك دائما وعلى تواصل. وأنا من قناتكم الموقرة أهيب أخواننا المواطنين التعامل الحسن والتعامل الأول بأول، معلومتك هي سر نجاحنا وهويتك طي الكتمان. أي معلومة من قناتكم الموقرة أكررها مرة أخرى ممكن تفيدنا بالقضاء وإلقاء القبض على المتاجرين وعلى المتعاطين. أشكرك شكرا جزيلا السيد عقيد حمزة الشمري، مدير إعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة، ضيفا كريما في الاستوديو أثريت الحوار، والشكر كثير
لجنابك الدكتور محمد دحام الباحث السياسي، حدثنا عبر سكايب من الأنبار. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين الدكتور علي الجبوري استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد، ضيفا كريما في الاستوديو، اهلا بك دكتور. وكذلك ارحب بالسيد اسماعيل مسلماني الخبير في الشؤون الاسرائيليه، يحدثنا عبر سكايب من فلسطين، حياكم الله ضيوفا الكرام. ابدا مع حضرتك دكتور علي، نتحدث عن عمليات الكمائن الاخيره اللي نفذتها فصائل المقاومه الاسلاميه في جنين، بعدها يعني ضد المستوطنين. ماذا تريد المقاومة في من هذه الرسائل سواء في المضمون أو في العنوان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد هي عمل أو نشاط من قبل المقاومة باتجاه يعني سلطات الاحتلال، محاولة لعملية الحقيقة التأكيد على أنه استمرار المقاومه وال يعني نضال ضد السياسات الغطرسه اللي دأبت السلطات الصهيونيه بارتكابها بحماقات متتاليه، وخصوصا في ظل التحولات الجديده اللي بالمنطقه وبشكل واسع وفي الارض المحتله على وجه التحديد. انا اعتقد هذا الموضوع هو موضوع المقاومه وشرعيتها واستمرارها، هذا يعني موضوع لا يمكن النقاش فيه، او موضوع غير قابل للمساومه، غير قابل لل وبالتالي اي نشاط من قبل او اي تجاوز على الشعب الفلسطيني على حقوقه على ممارسات ضده بالتاكيد تجابه بعمليات مقابله، فضلا عن الجانب الاهم وهو الجانب الشرعي المتمثل بشرعيه المقاومه اساسا. نعم. مجددا حياك الله استاذ اسماعيل، نتحدث عن مؤشرات الميدان. هنالك تنامي للمقاومه في جنين ونابلس وبيت لحم، يعني من حيث العده والعدد بالتاكيد، هذا التصاعد التدريجي والتحولات النوعيه برايك هل يعني ان هناك مسار جديد بدا ينضج في الضفه الغربيه؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. حياك. في الواقع بعد مرور أو تحديدا معركة سيف القدس ووحدة الساحات وثأر الأحرار والعمليات التي استمرت بشكل خاص منذ عام 2021 والتي أطلقها جنس حين كان وزير الدفاع كاسر الأمواج، والتي أرهقت شعبنا الفلسطيني من الاقتحامات والمجازر والسواتر والإغلاقات والاعتقالات وأوامر الهدم، وبالتالي تشكيل المقاومة داخل تحديدا في مخيم جنين وبلاطة مرورا بطول كرم ثم مرورا بأريحة، كل هذا تراكم العمل النضالي والنوعي والشكل والأداء، وتبين هذا الأداء العملية الأخيرة التي حصلت رغم كل الاستنزاف التي عاشها شعبنا الفلسطيني وتحديدا مخيم جنين ونابلس التي لم تتوقف الاقتحامات بشكل مستمر منذ أكثر من عامين، إلا أن المقاومة فاجأت الجميع، بمعنى أن حتى الشعب الفلسطيني وإسرائيل وحتى دول العالم تفاجأت أولا بالإمكانيات للمقاومة، وخاصة عملية مخيم جنين التي حصلت حين دخلت المدرعات والعبوات التي شبهت بين قوسين
بأنها تذكر بحرب لبنان وأن هنا ما يجري اللبننة، بمعنى أن ما يجري في مخيم جنين. وحقيقة تم مفاجأة المؤسسة الأمنية والسياسية والعسكرية الثلاث مستويات، صدمت أولا باستخدام الطائرة من أجل إخراج المدرعات التي تعرضت إلى أضرار جسيمة جدا، وهذا تحول بشكل كبير. أداء المقاومة اختلف عن السابق، وكانت هذه ضربة للمؤسسة الأمنية والمستوى السياسي والعسكري، كانت مفاجأة. والمفاجأة الأكبر ثاني يوم بعد هذه العملية التي تم الرد بقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 بأداء احترافية عالية من قبل الاثنين، تم ارتقاء الشهداء الاثنين. على ضوئها المؤسسة الأمنية اعتبرت أن ما يجري في الضفة الغربية هو تصعيد خطير جدا، أن أصبحت جنين هي عبارة عن غزة الصغرى، بحيث انتقلت الأداء والنوع والشكل والأدوات، بالرغم من أن إسرائيل قامت قبل فترة باستهداف قادة من الجهاد الإسلامي، إلا أن واضح أن المقاومة استمرت نهجها وعملها. وهذا ما يؤكد على الأرض يوميا أن الميدان ما زال مشتبك، وأن الفصائل نستمر في مناقشة مرتكزات المقاومة الإسلامية سيد إسماعيل، ولكن دعني أذهب إلى الدكتور علي الجبوري. يعني نتحدث عن العمل المشترك بين فصائل المقاومة، هل كان إحدى هذه الركائز هل له الأثر في رفع وتيرة هذا الزخم في الانتصارات ضد الكيان؟ دكتور يعني نتحدث عن خاصة أن الكيان أيضا رفع استنفارة لأقصى درجة. يعني بالتأكيد التحدي الكبير اللي تواجه شعبنا في الأرض المحتلة وحتى في أماكن أخرى، يعني هو لا يمكن أن يكون بمستوى جيد، ويعني يؤتي أو المقاومة تؤتي أكلها من حيث النتائج على الأرض في الميدان، لم تكن هنالك عملية التنسيق بين كل الجهود بين كل الفصائل، سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى التنفيذ على الأرض. وهذا ما حصل يعني بين فصائل المقاومة وبين كل المقاومين حقيقة ضد قوات الاحتلال. وهذا حقيقة يعتبر من أبجديات العمل الجهادي في هذا المجال، خصوصا نتحدث عن يعني الآن هو محاولات كسر الإرادات بين القوات الاحتلال وبكل عنفوانها وعنجهيتها وآلتها العسكرية وبمن يتحالف معها، وبين المقاومة وفصائلها وداعميها في هذا المجال. لذلك أنا أعتقد لا سبيل إلا من خلال يعني الانسجام والتعاون والتنسيق بين فصائل المقاومة وبين قوى المقاومة على شتى اختلافاتها، ويعني تنوع أو تنوعاتها، سواء كان من حيث المسميات أو يعني الأماكن. نعم. طيب سيد إسماعيل، يعني كانت هنالك زيارة لقيادات فصائل المقاومة الإسلامية للإمام الخامنئي قبل أيام من الآن، واللقاء جرى في طهران. هذه الزيارات هل أضافت الدعم والتأكيد أن هنالك ظهير ساند لعمليات المقاومة في الضفة الغربية أساسه الجمهورية الإسلامية؟ طبعا بطبيعة الحال محور المقاومة الذي يمتد مرورا من إيران إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان ثم غزة وأخيرا مخيم جنين، كل هذا وضع وحدة الساحات الخارجية على المحك. هذه الزيارات لها دلالات، أولا على المستوى السياسي أن هناك لقاءات وأن هناك محور وأن هناك، هذا يضعف إسرائيل أكثر ويزيد من التآكل الردع أكثر وأكثر، خاصة بالفترة الأخيرة التي تم إعلان إيران عن صاروخ فتاح، زاد من الضربات الأمنية أكثر لإسرائيل ووضعها في إجراءات أكثر لقيود، مما تجعلها أن تفكر 100,000 مرة في الحسابات. المعادلات تغيرت، الخارطة الإقليمية اختلفت عما كانت في السابق، كل هذا شاهدناه بفترة نضوج وتطور المقاومة الفلسطينية، ثم الجهة اللبنانية، ثم مرورا بسوريا، وبالأساس
الملف الإيراني التي بشكل أساس تضع إسرائيل على طاولة جدول أعمالها في كل يوم، أن الملف الإيراني هو الأساس وأن الخطر الداهم الذي يهدد. كل هذا جعل إسرائيل في حالة انحصار وحصار نتيجة هذه اللقاءات التي تعزز أولا مكانة ودور المقاومة الفلسطينية في المنطقة الإقليمية، مما يجعل الكثير من إسرائيل أن تتراجع، وهذا ما أكد صحته أن محاولات قمة النقب أو التحالفات أو بناء شرق أوسط جديد، وخاصة بعد الفراغ التي شاهدناه في الفترة الأخيرة من عدم وجود الإدارة الأمريكية في المنطقة، مما جعل إسرائيل أن تفكر بزيادة التطبيع مع الدول العربية وبناء التحالفات. كل هذا المحور وضع وكسر كل المفاهيم التي بنيت عليها، وبالتالي هذه الزيارات لها أهمية عالية جدا. أولا إسرائيل طوال الوقت وبالخطاب الإعلامي والأمني والسياسي والعسكري دائما تقول بأن مخيم جنين يدعم اللوجستي، وأن إيران هي وراء كل ما يجري، وأن لبنان سماحة السيد حسن نصر الله، وكذلك الأمر بأن ما زال المعقل واللوجستي كله يتشكل من خلال هذا المحور. هذه اللقاءات ترفع من مستوى الشأن أولا المعادلات وتغيير قواعد الاشتباك في المنطقة. العملية الأخيرة التي قامت بها إسرائيل باستهداف الطائرة، هذا ما أطلق عليه نتنياهو، هي رسالة ليست فقط للفلسطينيين، هي رسالة إلى خارج الضفة الغربية، وبالتالي استهداف، ولأول مرة يتم استهداف طائرة، هو يود عبر هذه الرسائل أن نحن جاهزون. لا ننسى المناورة التدريبات التي حصلت. هل تسمعني؟ نعم تفضل أستاذ إسماعيل. مناورات اللي حصلت. نعم، المناورة التي أجرتها إسرائيل في الفترة الأخيرة واستعرضت العضلات العسكرية والبحري والجوي. طيب. وكل هذا ووضعت منطادا على الحدود 117 مترا يكشف الحدود الإقليمية. كل هذا وضع في ميزان مختلف أمام ما يجري في مخيم جنين التي هي استطاعت. طيب. خلال 8 ساعات أن تدخل معادلة القوة وهذا التكنيك الجديد أستاذ إسماعيل، دعني أذهب إلى الدكتور علي الجبور. يعني في المدة الأخيرة دكتور، الاحتلال يحاول التركيز على فصيل معين، تارى الجهاد الإسلامي، تارى سرايا القدس. هل يحاول دق الإسفين بين هذه الفصائل مرة وأخرى، بينها وبين الشعب الفلسطيني، ما دام أن القوى الصلبة قد يعني فشلت لديه؟ يعني هو هذا حقيقة بالضبط استراتيجية الاحتلال وسلطاتها في التعامل مع الوضع الفلسطيني الداخلي. ولتذكر حضرتك المشاهد الكريم، هذا بدأ أو دشن بال يعني الجهد الاستراتيجي المتمثل بعملية الفصل بين كل من حركة حماس والمنظمة التحرير الفلسطينية. يعني والآن القرار الفلسطيني الموزع بين رام الله وبين غزة، محاولة لإبقاء حالة الخلاف القطاع اللا اتفاق على الأقل، هو كان الجانب الأساسي في عملية تفكيك هذا يعني التواصل الفلسطيني او فصائل المقاومه فيما بينها، لتخفيف الضغط عن القوات الاحتلال ولتمرير سياسات الاحتلال واهدافه. الان الموضوع ربما اخذ مديات تتعلق بنفس الفصائل المسلحه اللي حضرتك ذكرت قسم من عندها واقسام ايضا اخرى موجوده. بالتالي هذه الاستراتيجيه انا اعتقد لذلك احنا نقول هذا أدعى بأن تكون ردة الفعل أو الإجابة، الرد على هذه السياسة، هو من خلال التوافق الوطني الداخلي الفلسطيني وبين قوى المقاومة، من أجل يعني قطع الطريق أمام إمكانية دق إسفين بين قوات أو فصائل المقاومة في هذا المجال. هذه هي السياسة التي ينبغي أن تواجه، وبالتالي هاي تستدعي تنحية كل الخلافات الجانبية، كل ما من شأنه الإضرار بهذا الخط الاستراتيجي لمقاومة الاحتلال، بالإمكان يعني القفز عليه وتأجيله إلى مناسبات أخرى. وأما التعويل هو على عملية الوحدة، وحدة الصف والهدف،
وبالتالي الاحتلال سيفكر أكثر من مرة قبل أن يقدم عن أي حماقة إذا ما كانت فصائل المقاومة متصل يعني متواصلة فيما بينها ومتفقة على الخطوط الاستراتيجية وهنالك توحيد بالعمل الجهادي. هذه كلها معطيات تساهم إلى حد كبير في إفشال خطط العدو وفي إضعاف همته، وبالتالي والعكس هو طبعا لا سمح الله هو الصحيح، أي محاولة أو أي جهود لعملية تفكيك أو يعني إيجاد فرقة بين الفصائل المقاومة على أي أمور إدارية أو سياسية أو اقتصادية أو ما شاكل ذلك يساهم في عملية تخفيف الوطأة على قوات الاحتلال. نعم. أكو أيضا خيارات أستاذ إسماعيل طرحها بنيامين نتنياهو كرد على عملية عيلي والتطورات الميدانية، يعدها خيارات متاحة ومفتوحة، منها مثلا حمل المستوطنين للسلاح ضد المقاومة. ما هي قدرة التعامل مع هذه الخيارات، إمكانية أن يذهب لهذا الخيار من الأساس؟ نعم، لاحظنا أولا بعد العملية الأخيرة التي أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4، أصابت المؤسسة الأمنية حالة من الفزع والجنون وعادت الإرباك من أول بدءا من الصفر نتيجة كل التآكل الردع التي تعرضت له منذ معركة سيف القدس ووحدة الساحات وأخيرا ثأر الأحرار. بكل الأحوال المستوطنون جن جنونهم، وبالتالي أفلت إتمار بن جفير حزب القوة اليهودية وسمتروش حزب الحركة الصهيونية التي تداعى والتي سمح للمستوطنين بالاعتداءات على قرى عريب أم صفة وبجانبها ترمس عية تحديدا بإقامة حرق إحراق المنازل بالإضافة إلى الممتلكات وحرق القرآن الكريم واعتداء كامل وسافر وصارخ تجاوزت كل الحدود. بخلال 24 ساعة الماضية هناك بدأ الجدل يدور بين المؤسسة الأمنية والجيش وبين الوزراء وتحديدا سمتروش وإتمار بن جبير بأن إطلاق العنان من قبل إتمار يوم الجمعة على جبل أبو صبيح في مستوطنة إفطار الذي قال يجب قتل الفلسطينيين، وكأنه يعيد الكرة مرة أخرى حين تم حرق حوارة، وبالتالي بدأت المقاومة الفلسطينية والأهالي بتشكيل لجان حراسة شعبية من قبل القرى الفلسطينية، بدأت بالصد ومواجهة المستوطنين. نتنياهو بدأ يحتوي الموقف بمعنى يستخدم الألفاظ بأنه يجب أن يكون هناك قانون وأن لا يسمح للمستوطنين، بالرغم أن ما يجري بإعاز من الجيش والشباك الإسرائيلي. طيب. كل هذا جعل المواقف تتغير في خلال هذه الفترة، وبدأت المؤسسة الأمنية تتخوف بأن الانتفاضة الثالثة بدأت تقترب، وخاصة بأن إتمار بن جبير ما زال يشعل المنطقة بخلال الخطاب الناري باتجاه القرى الفلسطينيين وبتسليح المستوطنين وبترخيصهم بالسلاح. حاولوا خلال 3 أيام التي شاهدناها وما زال لغاية هذه اللحظة في بير زيت على سبيل المثال اليوم بالقرب من المستوطنة في رام الله التي بدأوا المستوطنون يحاولون أخذ زمام المبادرة بإعاز من الشرطة. كل هذا يدحرج المنطقة إلى افتعال وشعلة الانتفاضة، لكن نتنياهو اليوم على سبيل المثال تغيرت اللهجة وبدأوا يتخوفون بأن الانتفاضة الثالثة بدأت تقترب وبدأت الانتفاضة الشعبية موقعا لهذه المعطيات. وهذا نعم وهذا ما يخيف أصلا. معطيات مهمة تفضل بها حضرتك يعني عن نتنياهو وطريقة تعادل موازين القوى إذا ما كانت الكفة هي الراجحة للجانب الفلسطيني. هل أثبتت المقاومة الإسلامية دكتور علي واقع جديد؟ أثبتت معادلة جديدة في الضفة الغربية؟ لا تراجع عن المكاسب، العمل الجاري على استكمال المهمة، خاصة مع ما تفضلت به بأن المزاج الشعبي الفلسطيني أصبح متنامي ومتصاعد بوتيرة واضحة؟ نعم، وأنا أعتقد بتقديري المتواضع وأعتقد هو هذا المنطق يقول ذلك، أنه لا خيار أو بديل آخر أفضل من هذا الخيار. نعم. لأنه العدو هنالك لا يؤمن إلا ب يعني بموضوعة السياسة بالقوة
وبال يعني ابداء الحزم تجاه السياسات اللي يواجهها شعبنا في هذا المجال. والفصائل الاخرى غير يعني غير الفصائل المقاومه جربت الجانب العمليه التواصل من خلال ما عرف بموضوعة السلام والمفاوضات والاتفاقات، وكانت مخرجاتها يعني مزيدا من الاستسلام ومزيدا من يعني الإذلال، وبالتالي لم تكن مخرجاتها. وفضلا عن انهم اليهود اساسا هم لا عهد لهم ولا يؤمنون ولا يفون بأي تعهد يتعهدون فيه، وبالتالي حتى بوجود الرعاة الدوليين وهاي بين هلالين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك. لذلك أنا أعتقد البديل الأسلم والأهم واللي هو فيه الشرف والكرامة والعزة هو الآن البديل اللي تتخذه يعني فصائل المقاومة، وهو التنسيق مثل ما أوضحنا قبل قليل، ورص الصفوف باتجاه مواجهة العدو بالقوة وإبداء المقاومة الشرسة ضد سياساته وتلقين الدروس الأخرى قبل أو المتتالية قبل أن يفكر في عملية زيادة وتيرة اعتداءاته وممارساته اللا إنسانية والقمعية ضد أبناء شعبنا. وإلا البديل هو مثل ما أوضحنا قبل قليل هو مأساوي كالذي رأيناه سمعناه ولاحظناه بالنسبة للخيارات الأخرى. الأنظمة العربية حقيقة اللي كانت تدعي بأنها تدعم القضية الفلسطينية وتدعم الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك هي أثبتت اليوم بما لا يدع أي من، ولكن القوم في السر ليس كالقوم في العلن. نعم، وبالتالي هذه كانت مخرجاتها مأساوية على الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد الخيار الأمثل هو خيار محور المقاومة سواء كان بالأرض المحتلة أو في الأماكن الأخرى. لا يمكن انتزاع الحقوق إلا بالسلاح وبالمقاومة في هذا المجال. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والشكر الكثير لحضرتك الأستاذ إسماعيل مسلماني الخبير في شؤون الإسرائيلية، حدثتنا عبر سكايب من فلسطين. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.